نستعين عليكم في آخر وفي السنة القديمة ونتمنى we hope 2021 will be better أفضل إن شاء الله. ده مش أول محافظتين بنشوف الديالوج الأولاني هو what is the better بركب الديالوج وسيب سطرين في الامتحان مكتب I found this book. التالت would you like to come. الرابع okay let's go. ده سؤال في صفحة لوحده بقلب الصفحة واكتب في الدراسة situation. السؤال التاني congratulations on winning the game. وسيب مسافات بين الكلمات كل ده كل فيديو بكرر عليه البنكتويشن مهم جدا. congratulations on winning the game. الثاني I don't agree with you. London is bigger than Athens. Come on, I agree with you. I disagree with you. I agree with you. I disagree with you. A tourist can buy a map at the tourist information center. Okay. قارن باللي انت حليته بقى. انا سبتك تجيب الورق الفلوسكاب وتحاول انت مع نفسك اجابة سؤال سؤال دلوقتي دي الاجابة. السؤال الثالث اللي يقرا اهو. واحد مع سي، اثنين مع اي، ثلاثة مع بي، أربعة مع اي وتجاوب كده في الامتحان. ما تكتبش جملة قصاد الجملة. A reader. I will be kind to horses. Firstly, إن مان الإنسان should be kind to horses. Should be kind to horses. Secondly, we should understand the horse's needs. Thirdly, a horse wasn't a machine. أنا ليه كتبت الخط دي الإجابات؟ عشان أوريك تجاوب إزاي بالقلم. ماشي ولاقي نوع القلم اللي هتكتب بيه دلوقتي. من دلوقتي لاقي نوع القلم اللي هتكتب بيه. ده يا جماعة. عندنا سؤال بعد كده في القصة ده السؤال الثاني yes I do he's still young to understand وده السؤال الثالث police station review vacuum cleaner award control. طيب السؤال الخامس اللي هو الرايت برضك بسيب سطر او سطرين بريح الاجابه بصفحه كامله يا عم انت ليه تكربس لي في ثلاث سطور وتسيب لي بقيه الصفحه فاضيه وارسم خطك عايز رسم اول حرف كابيتال. Eggs are cooked in a big pan by them. هو اطلق عليه مبني مجهول خاطئ يعني ده معتقد خاطئ هو مش مبني مجهول اساسا وده عايز فيديو لوحده نشرح عليه. Eggs are cooked in a big pan by them. Samir can be at home. You must get a passport to travel abroad. You must get a passport to travel abroad. ده إجابة المحافظة الأولى. هنخش دلوقتي على إجابة المحافظة الثانية. وإجابة المحافظة الثانية الدايلوج أهو It's at the end of Ramadan. ماشي people visit each other and go to the park. أنا قلت لكم في الفيديو اللي فات فاست قلنا نصوم يعني نصوم من ثاني يوم في العيد يعني الست أيام اللي هم بعد رمضان مش غلط يعني. Do they eat special food؟ هل بياكلوا أكل مخصوص؟ What can you see at the sky؟ تقدر تشوف إيه في السماء؟ ده الدايلوج. بعد كده السيتويشن في صفحة لوحده. I'm certain that I did well on the English exam. I'm sure or I'm certain that I did well on the English exam. Look out! Don't look at the sun. احترس ما تبصش للشمس وحط عند التعجب قول في الصوت. يبقى قلنا بعد كده I recommend you to read Black Beauty دي القصه اللي ايه؟ هيقرا. هتقدر اهو واحد مع سي اثنين مع ايه ثلاثه مع ايه اربعه مع بي. طبعا yes I do. Firstly, it was a lovely place, the Birtwick Park. It was a lovely place. Secondly, it had comfortable, stable, sweet, stablock, جميلة. طبعا الحصان بتخفض طبعا بتخرج بصعوبة من النار ليه؟ As horses feel fire. Horses feel fire. Horses feel fire. مكتوبة عندك اهي والعز سمول وفي الصوف ده. الرايت. طبعا السويت احنا واخدينه قبل كده ومدربين عليه كمعادي يعني. Noah gave a pen to her sister. Noah gave a pen to her sister. February has fewer days than March. عادل must be her friends. واسيب سطرين كده من كل جمله وجمله واحب اقول لكم تنظيم الورق بكرر تاني وحسن الخط والقلم اللي هتكتب بيه اهم من الماده العلميه. كل اجابه سؤال في صفحه بخلي طبعا القطعه او الباسج والباراجراف اخر سؤالين ودول هوم ورك في المحافظه الاولى والثانيه وعايزينكم تبقوا على جروبات الواتس ان شاء الله تبعتوا لنا الاجابات. ثانك يو.